تقارير اقتصادية تكشف ازدياد سيطرة الصين على المشاريع النفطية وغيرها من المشاريع العراقية، انعكست بشكل كبير على ارتفاع نسبة العمالة الصينية في الحقول النفطية، حيث باتت الأعلى بنسبة بلغت 54,000 عامل صيني بمختلف الاختصاصات، بينما تلتها باكستان والهند. ما الذي يعني أن شركة صينية مثلا أو شركات صينية تتبنى إنشاء مشاريع مهمة في محافظة البصرة، وبالتالي نجد أن شركات محلية هي المنفذة والشركة الصينية أو الشركات الصينية هي فقط إدارة، وهنا تتعاظم الأجور وتتعاظم حقيقة موازنة هذه المشاريع، وبالتالي تكون هنالك أيضا رواتب مضاعفة للعمالة الأجنبية التي تقدم إلى العراق. هنالك خيوط خفية حقيقة لحتى هذه اللحظة لم تكتشف، لماذا الصين بالتحديد؟ هنالك حديث وهنالك لغط كبير في الفترة السابقة عن تواجد الصين هنا في البصرة، يعني بالتحديد في البصرة. خبراء اقتصاديون من جانبهم انتقدوا التوجه الحكومي بإحالة المشاريع إلى شركات أجنبية وعلى رأسها الصينية، الأمر الذي انعكس على زيادة نسبة العمالة غير الوطنية، والذي يخالف سعي الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والتقليل من حجم البطالة، لا سيما مع وجود كفاءات عراقية قادرة على المضي بتلك المشاريع وإنجازها بأفضل صورة. تكلم عن 4,079,000 موظف على الملاك الثابت، مع ذلك يتخلى العراق عن كل أنشطة الإنتاجية للأجانب وخاصة الصينيين، تخلى عن حقول المنتج للنفط، حقول المستشفى غير المطورة، تخلى عن رقع الاستكشافية، تخلى حتى عن بناء المدارس وتم إعطاها للصين. وفي الوقت الذي كان للشركات الصينية النصيب الأكبر من عقود جولات التراخيص النفطية 5 و 6 وعدم مشاركة نظيرتها الأمريكية، أكاديميون يرون أن فوز الشركات الصينية في المشاريع النفطية لا يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، بل سيعزز روح التنافس بين الشركات الأجنبية على مشاريع العراق. لا أعتقد بأن هناك صيدرة بقدر ما هناك تنافس على الاستحواذ على الفوائد، وفي نفس الوقت المشاريع. الولايات المتحدة الأمريكية هي من تنازلت أو في نفس الوقت تركت بعض المشاريع، ويعني سيرت الموضوع إلى الشركات الصينية. الشركات الصينية أثبتت جدارتها، قدرتها على التأقلم مع كل الظروف، وفي نفس الوقت كانت هناك جدية واضحة من قبل الشركات الصينية. خالد السلامة، لقناة الفلوجة، البصرة.